طيب بالنسبة للويف موشن، طبعا يا جماعة الويفز كان بي كلاسيفايد، ممكن نعمل كلاسيفيكيشن للويفز into two types which are mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical waves and electromagnetic waves. تمام؟ بالنسبة للميكانيكال ويفز والالكترومغنيتيك ويفز، طبعا ده يعني الجزء الرئيسي بالنسبة للويف موشن وهتدرسه ان شاء الله السنة الجاية. هو الجزء ده افضل طريقة دي انك بتعمل كومبارزون ما بين ميكانيكال ويفز والالكترومغنيتيك ويفز. طبعا في البداية عشان تفهم الفرق ما بينهم، اعرف بس الميكانيكال ويفز زي مين؟ زي الساوند، والالكترومغنيتيك ويفز زي اللايت. حلو؟ ف الساوند احنا عارفين طبعا الساوند produced due to what؟ produced due to vibration of bodies. احنا قلنا تاني ان الاكزامبل على الميكانيكال ويفز الساوند ويفز، والساوند ويفز دي بتبقى produced due to the vibration of bodies. فور اكزامبل مثلا لو عملنا vibration للسترينجز of guitar مثلا، في الحالة دي طبعا they produce sound. يبقى ده معناه ان الساوند ويف produced due to vibration of bodies. حلو؟ والساوند اكزامبل على الميكانيكال ويفز يعني ان جنرال كده الميكانيكال ويفز produced due to vibration of bodies. اما بالنسبه للالكتروماجنتيك ويفز فطبعا هي من اسمها electromagnetic ويفز، يعني produced due to electromagnetic forces. produced due to electromagnetic forces. تمام؟ ده بالنسبة للميكانيكال ويفز والالكترومغنيتيك ويفز بالنسبة لأول بوينت. بالنسبة لتاني بوينت، الميكانيكال ويفز طبعا يا جماعة need medium to travel. need medium to travel through. يعني الميكانيكال ويفز بتحتاج medium عشان تعمل travel. زي الساوند مثلا، الساوند يعني مثلا أنا لما بتكلم أنت بتسمعني إزاي؟ ان الساوند ويفز بتعمل ترافل، ترافل من السورس نفسه للاير، بس بتعمل ترافل ثرو ايه؟ ثرو اير. الاير هنا بيعمل كارينج للايه؟ بيعمل كارينج للساوند ويفز من السورس للاير. without air، لو ما فيش اير، لو ما فيش ميديم يعني، يبقى الساوند كانت ترافل، مش هيعمل ترافل، فبالتالي you can't hear sounds، مش تقدر تسمع sounds without medium، لو ما فيش ميديم. وده طبعا بالظبط زي اللي بيحصل في السبيس، ان الاسترونوتس كانت هير فويسز اور ساوندز اوف ايتش اذرز ان ذا سبيس، ما بيقدروش يسمعوا الساوند ايه بشكل دايركت في السبيس. لازم طبعا زي هاف تو يوز وايرلس سيتس، بيستخدموا وايرلس سيتس تو هير ايتش اذرز، بيكوز ذير از نو ميديم ان ذا سبيس، مفيش ميديم في السبيس. اما بالنسبه للالكترومغنيتيك ويفز زي اللايت، فطبعا اللايت ايه؟ اللايت ويفز دونت نيد ميديم تو ترافل. light waves ما بتحتاجش medium عشان تعمل travel. طبعا بدليل ان light waves come from the sun through space that reaching the earth، يعني بتيجي من ال space لحد ما توصل ل earth طبعا without needing any medium. تمام؟ ده difference رئيسي ما بين mechanical waves وال electromagnetic waves. برضو في difference تاني، ان mechanical waves its speed is relatively low. Its speed is relatively low, while the speed of electromagnetic waves is great or high. زي speed of sound، طبعاً speed of sound equal 340 meter per second. But the speed of light equal 3 times 10 power 8 meter per second، أو ممكن نقوله 300 million meter per second. طبعاً سرعة جبارة، سرعة عالية جداً. فعشان كده احنا يعني speed of sound compared to speed of light بتبقى relatively low، مش كده بقول عليها low. تمام؟ بس يبقى speed of mechanical waves is relatively low while the speed of electromagnetic waves is great. تمام؟ في بقى examples على الميكانيكال ويفز واكزامبلز على الالكترومغنيتيك ويفز. زي ما قلنا في الاول خالص كده، الميكانيكال ويفز like sound waves and water waves. تمام؟
لكن الالكتروماجنتيك ويفز لايك لايت ويفز راديو ويفز اكس رايز جاما رايز الترا فايلت رايز تمام كل دي كده اكزامبلز على ايه الكتروماجنتيك ويفز. ممكن يجي لك كويستشن ديفيجن هنا يقول لك ايه يقول لك وي كان هير ساوند سوري وي كانت هير ساوندز اوف سولار اكسبلوجن بات وي كان سي لايت كومينج فروم ذا سان. احنا ما نقدرش نسمع الساوندز اوف سولار اكسبلوجن في اصوات بتحصل في السان دي تو سولار اكسبلوجنز نتيجه الانفجارات الشمسيه اللي بتحصل بيبقى في ساوندز بس احنا ما بنسمعهاش. But we can see light coming from the sun. لكن بشوف light coming from the sun. Why? لأني طبعا الفكرة اللي هي point 2 دي إني sound is sound mechanical wave which need medium to travel and can't travel through free space while light is electromagnetic wave which doesn't need medium to travel so it can travel through free space till reaching the earth. عشان كده انا بقدر اشوف اللايت كومينج فروم ذا سن بات وي كانت هير ساوندز اوف سولار اكسبلوجنز. يجي لي برضه كويستشن بيقول لي دي فيزون وي كان سي لايتنينج بيفور هيرينج ثاندر اولسو بوث اوف ذيم هابن ات ذا سيم تايم. انا بقدر اشوف اللايتنينج قبل ما بسمع الثاندر لكن على الرغم الاثنين بيحصلوا في نفس الايه في نفس الوقت يعني ليه عشان اللايتنينج ده لايتنينج الكتروماجنتيك ويف which its speed is great while the thunder is thunder طبعا sound والsound ده mechanical wave which its speed is low. فانا لو حبيت ارد على الكويستشن ده هقول ايه هقول because light is electromagnetic wave while sound is mechanical wave and the speed of electromagnetic wave is greater than that of mechanical waves. تمام ده بالنسبة للجزء الخاص بالwave motion. في بس technological applications في technological applications depend on ايه depend on mechanical waves وبرضو في technological applications depend on electromagnetic waves. بالنسبة technological applications that depend on mechanical waves فعندنا في حاجة اسمها sonar set. Sonar set طبعا produce ultrasonic waves. طبعا شباب ultrasonic waves دي نوع من الساوند ويفز هتدرسها في ميدل 2 حلو بس دي بتبقى non audible sound يعني اصوات ايه non audible او cannot be heard. ده نوع من الساوند ويفز can't be heard ما بتسمعش هتعرفه السنه الجايه. ده بقى بيبقى produced من set من جهاز اسمه sonar set حلو وده بنستخدمه طبعا في الايه بنستخدموه في ال examining human body من استخدموه فحص ايه الهيومن بادي حلو وسبيشالي طبعا بيستخدموه برضو في ايه في متابعة البيبي before delivery يعني بيتابعوا الهيد اوف بيبي الصحة بتاعت البيبي before delivery. ده المتابعة دي بتحصل عن طريق ايه عن طريق جهاز السونار سيت حلو by using ultrasonic waves. فده كده يعتبر life application او technological application بيعتمد على ميكانيكال ايه يعتمد على ميكانيكال ويف. برضه عندنا في عندنا برضه في الميوزيكال انسترومنتس. طبعا بالنسبه للميوزيكال انسترومنتس فالميوزيكال انسترومنتس دي احنا بنقسمها لنوعين في سترينجد ميوزيكال انسترومنتس ماشي وفي بنوماتيكال musical instruments. عندنا في stringed musical instruments و pneumatical musical instruments. طبعا ال stringed musical instruments زي الجيتار زي الفيولين زي اللوت. دي stringed يعني ايه stringed يعني بتعتمد على strings هل على اوتار. لكن pneumatical musical instruments دي زي الريد بايب وزي الفلوت دي اللي هي بتعتمد على ان انا اعمل blowing انفخ يعني في الجهاز نفسه فبيطلع ساوند حلو.
فدي بيتقال عليها string musical instruments ودي pneumatical musical instruments، والاثنين دول يعتبروا technological application على الميكانيكال ويفز. في برضو الديفايسز اللي هي يوزد في الدي جي، بيستخدموها في الدي جي ميكسر. حلو، طبعا دي الدي جي ميكسر ده بيعتمد برضو على انه بيستخدم ايه، بيستخدم ديفايسز. الديفايسز دي يا شباب المفروض ان هي بنقول عليها كنترولينج سيتس، يعني اجهزه تحكم في الساوند. حلو، ودي بيستخدمها في مثلا في لو في افراح بقى وكده بيستخدمها الديجي مان، يعني او بيستخدمها الراجل اللي بيشغل ايه، بيشغل السيتس الاجهزه دي. حلو، دي كلها تعتبر ايه، تعتبر ابلكيشنز او تكنولوجيكال ابلكيشنز على ميكانيكال ويفز. في بقى تكنولوجيكال ابلكيشنز ديبند اون ايه، depend on electromagnetic waves دي بقى اللي هي الريز اللي احنا قلناها من شويه examples على electromagnetic waves. عندنا مثلا في الاكس راي، في الجاما راي، في الترا فايلت راي، وفي visible light، وفي infrared rays. الاكس راي طبعا الاكس راي دي بنستخدمها في photographing wounds، بنستخدمها طبعا في تصوير العظم، بلس ان احنا بنستخدمها في showing cracks and bores in mineral. طبعا بالنسبه لصناعه الميتلز او المينرالز، فمثلا يعني لما بيجي نعمله ميتاليك بايبس، فالميتاليك بايبس دي لازم ان انا بعمل تشيك اب عليها كده بحيث ما يكونش فيها اي كراك او اي بور، فبعمل التشيك اب ده من خلال ايه، من خلال الاكس راي. تمام، يبقى الاكس راي انا بستخدمه في فوتوغرافينج بونز وفي شوينج كراكس اند بورز، بلس ان احنا ممكن نستخدمها برضو في ستادينج the inner structure of earth. بستخدمها في studying the inner structure of earth اللي هو التركيب الداخلي للearth. بالنسبة للجاما ريز، الجاما ريز طبعا ليها برضو medical use، اللي هو discovering and treatment some swellings. Discovering and treatment some swellings يعني بنستخدمها في اكتشاف ايه، اكتشاف وعلاج بعض السوينينجز، بعض الاورام. تمام، اما بالنسبه للالترا فايلت ريز فدي بنستخدمها في sterilizing the sets of surgical operation room. التولز او السيتس بتاعت الاوبريشن روم، الادوات بتاعت غرفه العمليات بنعملها sterilization by using الترا فايلت ريز. اما بالنسبه للفيزبل لايت، الفيزبل لايت طبعا بنستخدمه في ثلاث حاجات. فيزبل لايت يوز ان فوتوغرافيك كاميرا و تي في كاميرا و داتا شو او لايت شو. فوتوغرافيك كاميرا، تي في كاميرا، داتا شو، دول كده احنا بيعتمدوا على الفيزبل لايت اللي هي فكره الفلاش. يا جماعه الفلاش بيطلع من الفوتوغرافيك كاميرا او التي في كاميرا. حلو، ده بيكون ايه، بيكون visible light. وهم اصلا كمان بيعتمدوا على visible light عشان نعمل photographing يعني. تمام، طيب بالنسبة للinfrared rays، الinfrared rays طبعا دي اللي هي used in cooking food، بنستخدمها في cooking food. دي rays اللي هي بتبقى produced من microwave oven. تمام، ليها thermal effect عشان كده بستخدمها في cooking food. and it's used by modern military forces. المودرن ميليتري فورسز اللي هي القوى العسكريه الحديثه زي الجيش الامريكي مثلا او الجيش الروسي، بيستخدموها في ايه، بيستخدموها برضو في النايت فيجن. هل بلس ان الانفراريد ريز احنا بنستخدموها برضو ان ميكينج ريموت سيتس وريموت سينسينج انسترومنتس. ريموت سيتس اللي هي اجهزه الريموت، وريموت سينسينج انسترومنتس
اللي هي اجهزه الاستشعار عن بعد اللي هي بيستخدموها في الساتلايتس عشان يصوروا بيها حاجات في الايرث وكده، دي بتعتمد على انفراريد ريز برضه. تمام، وده كده يا جماعه كان اخر الليسون بتاعنا، كده يعتبر ده اخر الليسون في يونت 2. شكرا.